لا أكيد الرحمة لروح كل زملائنا، هن صحيح. باقيين بقلوبنا، ودايما بنقول الإخبارية السورية مستمرة بالكادر الرائع، وتحية لكل العاملين بفريق الإخبارية السورية. أكيد أريج تحية لأرواح شهدائنا، وأيضا هيك الله يحمي جرحانا، يعني بكل أقسام الإخبارية السورية تعرضوا لأبشع أنواع الإرهاب، ولكن استمرينا واستمرينا. الله يرحم الشهداء، وأكيد نحن متابعين مكملين بالإخبارية السورية ومكملين أكيد. بالتأكيد. لا يا أم، هلأ رح ننتقل لمساحة جديدة، وبكل مجال من مجالات الحياة لابد أنه تكون البصمة السورية واضحة. فبعالم الطبخ وتنوع وغنى الأرض السورية كانت لقمتنا مميزة، وطريقة تقديمها بتدل على كرم الأرض والناس. ضيفنا الشيف محمود فرنجية يلي شارك ببرنامج توب شيف ووصل لمراحل متقدمة. يسعد صباحك شيف. صباح الخير، كيفكم؟ شو أخباركم؟ أهلا وسهلا فيك. الله أهلين، يسلمك يا رب. يسعد تسلمي، صباحك شيف. صباح تسلمي. الأكلات صباح الخير لكل الطيبة. السوريين المنتشرين بشتى بقاع الأرض. أول شيء وحبيت أهلا هاي وسهلا. البصمة السورية، يعني هيك بحس بحماس بصمة السورية صحيح دائما. صحيح شيف، خلينا هيك بالبداية نحكي عن شغفك يمكن، أو حبك لصنع الأكل، وإنه أنت يعني حدا كتير مزاجه عالي وبيتفنن بالأكلات. هلا انا بحب اكل اكثر ما اسوي اكل صراحه، يعني انزين. هي اذا اجى حب صنع الاكل بنحب الاكل، ودائما هيك كنا مثلا كل جمعه مثلا تيتا تطبخ لنا ونقعد بالبيت وكذا. ما بعرف هيك حسيت حالي انه ممكن، يعني ممكن يصير انه شيف، يعني هي واحدة من الشغلات. بالإضافة طبعا درست بالمعهد الفندقي تبع دمار، ودرست إدارة فنادق، وهذا خلاني إنه يعني أتطور أكثر تتعمق وأكثر. أكثر. أكيد. خبرنا أكثر، كيف كانت مشاركتك بهالبرنامج؟ كيف كان التحضير وشو أضافت لك؟ هلا التوب شيف هو يعني برنامج بيعطي شهرة كتير حلوة، هي أحد الشغلات اللي دخلت عليه البرنامج. كان البرنامج كتير حلو، ممتع، سهل، صعب بنفس الوقت، في تحديات. التصوير صعب صراحة، ساعات كثير طويلة من التصوير، ما توقعت هيك يعني. يعني قبله مصور على غير قنوات، بس انه ما كان لهالدرجة انه في صعوبة بالتصوير، يعني كان في كثير ارهاق. بس صراحة انه كان تجربة كان كثير حلوة. بالوقت؟ بالوقت اللي حطوه اي تمام. بالاختبارات، اي يعني هون الصعوبة؟ بالوقت، بالمواقع اللي بنروح عليها، في كذا شغلة يعني، عرف شلون؟ وبعدين نحن عم نصور يعني ضمن ضغط نفسي، مو عم نصور مثل هلا نحن صباح الخير مثلا عم نضحك لبعض. عم نضحك. ايه اكيد، يعني انا يعني في مسابقه ممكن اطلع منها باي لحظه. تمام. عم نتابع مقتطفات صحيح، المسابقه. عم نشوف يمكن السرعة يلي عم تقوم فيها بطهي أو بتقطيع المأكولات حاليا. شيف، كان في معك كتير من الشيفية، شيفات. شيفيات كتار، وكل حدا من بلد، وانت تميزت بالبصمة السورية. خلينا هيك نحكي، نفوت على الكواليس اكتر، يعني نحن طمعانين انك تحكي لنا اكتر كواليس الشغل. شو هي الشيء اللي ميز انه اوكي هذا شيف محمود سوري؟ هلا محمود السوري اللي ميزه انه اول شيء ما كان يمثل، يعني انا كنت احكي واقع يعني شلون. ولما كنت بقلب البرنامج انه كاني كنت يعني قاعد بالشغل تبعي او قاعد مع رفقاتي، انه ما كان في كثير انه مركز انا بدي اتناوع على الكاميرا او بدي اركز شو بدي احكي او شو بدي اسوي. ودائما اي شيء بيطلع من القلب انه بيكون هو يعني على الطبيعه، يعني انه بيوصل للناس، لانه الناس اليوم بتشوف الواقع ما بتشوف اي شيء مصطنع. هي لا اكثر ولا اقل. ككواليس انا صراحه كنت كثير مبسوط بالتصوير، بوجه تحيه للمخرج تبع توب شيف كمان. مخرج صراحه كثير مبدع، افكار كثير حلوه. او بس هيك. طب المواد اللي كنت تستخدمها تميزك انك سوري مثلا؟ كيف بتقلي اخر شيء مثلا، او كيف بتعمل او هيك؟ هلا يعني اكثر شيء خلينا انا اشتهرت نحكي. بالبرنامج بالكبه صراحه. عندي خبره بكثير مطابخ انترناشونال، ايطالي، مشكل يعني. بس ما بعرف، يمكن لانه الاكل اللي بحبها، قلت لك انا بحب الاكل، دائما الاكلات اللي بنحبها بتزبط اكثر، لانه مو بس بنطبخها، يعني مثل ما بيقولوا مبدع فيها. تماما. كمواد لما كنا ننقيها كانت في صعوبه، انه كنا نحن مثلا ننقي مواد من السوبر ماركت، في عندنا شغلات محدوده، كانت ما كان كل المواد مو كل متوفره. شيء بدك اياه تلاقيه يعني. اكيد. تماما. هلا صعوبه المواد، صعوبه الوقت كمان. اليوم نحن عم نحكي على الوقت، في عندك توقيت، يعني اليوم انا ما فيني مثلا اسوي خروف محشي مثلا بساعتين، ومثلا مستحيل تلاقي ترخوم مثلا، ترخوم تحطه مع الكبه دبي كلها بلبنيه طرخون مثلا. مشان التوب مثلا شيف لما كنا عم نصور بتوب شيف، يعني في كثير اصلا مواد مو متوفره بدبي، بعدين اصلا طعم البرودكتس الموجوده بدبي مو نفس الطعم اللي بتلاقيه هون، يعني مختلف كليا، يعني نفس الاكل اللي بتساويه هنيك
الطعم بيكون مختلف يعني، مع انه هي نفس الطريقه ونفس الطبخ نفس كل شيء يعني، بس طبعا طعم المواد طعم اللحم كلهم بيكون مختلف. يعني شيف بعيدا عن البرنامج يعني بالاحوال العاديه وقت تتواجد باي مكان، لاي درجه غنى الارض السوريه هي ساعدك بشكل كتير كبير، وخاصه يمكن للشيف السوري انه يكون في تنوع وتفنن يمكن بالاكل والمأكولات السوريه؟ هلا انا بحكي لك كمأكولات سوريه كسوري، انا بعتبر كل واحد سوري هو شيف اصلا، لانه كل العالم تعرف طعم التمه مثل ما بيقولوا، عرفت شلون؟ بقى لحتى في عالم سافرت خلال الحرب وراحت على دول ثانيه ما بيعرفوا يشتغلوا اصلا بكشيف او بالطبخ، وصاروا كلهم فاتحين مطاعم وكلهم مشهورين اصلا. يعني هي بتجي ما بعرف يعني بالفطره مثل ما بيقولوا، اكيد طبيعه التربه اللي عندنا، المناخ اللي عندنا كثير، نوعيه الخضرة، يعني كله هذا ساعد انه يعني العالم انه توصل. والشغله الثانيه كثير حلوه يلي هي حلوه وحلوه، طبعا الله يخلص الحرب ونخلص منها يا رب، انه لما صار في حرب العالم تعرفت على المطبخ السوري اكثر، لانه في عندنا كثير سوريين برات سوريا بيشتغلوا بمطابخ اسمه مو سوري ومو معروف انهم سوريين، وهن يعني بالواقع هن سوريين وبيسووا لمطابخ ثانيه. يعني هي الشغله اللي بتزعلني شوي، بس الحمد لله هلا وصل لكل العالم سواء باوروبا او الوطن العربي او باي مكان، انه هن السوريين هن يعني اللي عندهم الاساس بالطبخ مثل ما بيقولوا. نعم شايف محمود، يمكن من بعد الانتصارات اللي حققوها ابطال الجيش العربي السوري بالعديد من المناطق السوريه وخاصه بعد تطهير دمشق بالكامل، اليوم قد ايه بتشجع كشيف حضرتك باستثمارات سياحيه جديده بالبلد يمكن تنقل تجربتك او تتبادل مع زملائك او يكون في شيء استثمار سياحي ولكن سوري ببلد بدك سوريا؟ هلا اكيد انا صراحه شخصيا ما بعرف الناس الثانيين، انا كثير مشجع ارجع على سوريا واعمل شيء، وان شاء الله قريبا خلال الفتره الجايه حاب افتح مطعم ان شاء الله بسوريا ان شاء الله. انا يعني بدي اقول لك انا شاهد هلا على شو موجود بالشام. يعني الشام بقول لك رجعت تقريبا 90% مثل ما كانت واحسن، وانا عم شوف كثير اريحيه بالشوارع وعم بسل بالشوارع كل يوم، وعم بشوف كثير الحمد لله الاوضاع كثير مرتاح، واكيد بدعي كل العالم المستثمرين انه يرجعوا على سوريا، لانه مثل ما بيقولوا الخير هون موجود اكثر. يعني وين ما نروح دائما بيقولوا انه الاكل السوري غير، وبالفعل يعني حتى كل محافظه بسوريا بتتميز باكلها، وقت ننتقل من محافظه لمحافظه يعني بيكون الاكل بالفعل شيء كثير مشهي وكله طيب. صح يعني يعني بتحتاري بين الشام ولا حلب ولا حلب ولا حمام بس كلهم بيتخانقوا. انا لا، هي الكبه السوري الكبه شاميه لا حلبيه. تماما. يعني لاي درجه بالفعل وقت تطلع لبرا سوريا كمان بيكون في يمكن شوي انه قديش لهالدرجه الاكل السوري طيب، وبيقعدوا بيسالوك على بعض الاكلات يمكن السوريه اللي ما بتنعمل برا؟ صح، لا الاكل السوري واصل تقريبا لكل الاماكن يعني، وفي عالم كثير مثل ما قلت يعني انه قالوا انه محمود السوري، يعني سموا محمود على اسم الجنسيه يعني، عرفت شلون؟ كثير في عالم بتقول انه الاكل السوري كثير طيب موجودين برا يعني، وانه طبعا بعد ما يدوقوا انه بشهاده يعني، مو انه بس حكي يعني. طبعا هذا الشيء بنفتخر فيه يعني، وان شاء الله لازم نروح على كل المحافظات نتعلم كل الاكلات ما بنعرفهم. اكيد ان شاء الله، ودائما مثل ما قلت تنسب يمكن الاكلات السوريه لغير بلدان. صح اكيد، كون يمكن المسيطر عليها مثل شو ممكن تكون اكله يعني سوريه ونسب لغير بلد؟ بقول لك انا مثلا فلسطين، سوريا، لبنان، الاردن، هن مطبخ متداخل، عرفت شلون؟ ممكن شيء من المطبخ التركي يعني، بس في بعض البلدان بيعرفوا يسوقوا اكثر من نحن شو بنسوي، بقى بيكونوا هن دائما مثل ما بيقولوا مثل بالصوره، وفعليا نحن عم نسوي لشو بحاجه لنقدر نسوي اكثر لماكولات. لازم نحن نشتغل اكثر على الميديا، على السوشيال ميديا كثير مهم. نحن اليوم يعني نحن اليوم في كثير عالم كثير شاطرين كلهم سوبر ستارز وجزء احسن محمود فرنجيه، بس اليوم مو مسلط عليهم الضوء، وهن فعليا ما عندهم يعني ما عندهم هالفكره او الخبره انه كيف يسوقوا حالهم. بقى اليوم احنا كثير مهم انه نسوق يعني، يعني اليوم كل الشغل اي شيء ممكن تساويه كله عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق الانترنت، هذا شغله كثير مهمه يعني. صحيح وكثير لازم نهتم نحن كمطبخ سوري بطريقه التقديم، باكجينج اليوم اي شيء نساويه كثير مهم يعني، هو الطعم كثير مهم مثل ما بيقولوا، بس مثل ما بيقولوا العين تاكل قبل التم. اليوم طريقه التقديم، نوعيه الماتيريال اللي بنقدم فيها الاكل كثير مهمه. هي احنا بينقصنا يمكن شوي تقنيه الزينه، زينه الماكولات كزينه، بده يكون زينه طبعا ضمن معايير، مو اي زينه بس نحط اي شيء انه زينا الصحن.
مثلا نقول بالتيك اوي او بالدليفري لازم طريقه التقديم طبعا شكل الكرتونه اللوجو كيف محطوط كل لازم يكون هذا كثير مهم يعني شو بيمشي مع الدليفري كثير شغلات مهمه هي لسه بتنقصنا هي صراحه بسوريا بس اكيد هلا شوي شوي ان شاء الله تزبط ان شاء الله ونحن اكيد بنلاقي اهم المطاعم العالميه شيف دائما بيكون هو سوري محمود يعني مش عم يقولوا كثير حكي على السوريين لا طيب بيكون سوري صح خلص والله بغير اكل سوري مثل ما قلت بيقولوا انه طعمه العين قبل الدم ودائما يمكن المد السفرة وبروتوكولات التقديم المأكولات يمكن هي 50% من نجاح صح الانطباع الاول دائما تماما الواحد بشوفه خلينا يعني نحكي شايف محمود شو بيتميز مثلا شو هيك شو فيني انا اشوف شيء صحن واقول انه شايف محمود عامله او هيك بدي اعرف هلا هذا ما فيني اشرحه بالحكي طبعا اكيد يعني انه لازم بتطبيق وعدك تدوقي هلا اول شيء شكل الصحن اللي عم نقدم فيه الماتيريال تبعه نوعيته تكون منيحه احيانا بتلاقي عندك صحون هي مزغرفه مثل هالكراسي اللي قاعدين عليها يعني لو ما حطيتي لها شيء شكلها خلص بيعطيك انه الستايل تبعك كيف هو انه شيء شرقي مثلا يعني اليوم انا ما فيني اعمل مطعم مثلا اعمل ديكوره مثلا فرنسي او كلاسيكي بحط فيه اكل عربي اكل شرقي صح يعني هذا الشيء يعتبر من طريقه التقديم يعني يعني انا كنت عم بفتر كثير على مطاعم بالشام يعني في مطاعم يعني كثير انه ماتشنج مع بعضها في مطاعم انه مو كثير ظابطه عرفت شلون يعني لازم دائما ديكور المطعم يلحق الاكل اللي عم نقدمه اليوم طريقه تقديم الصحن ما فيني احط اليوم انا صحن مثلا مقدم فيه لنقول اكل هندي وحط فيه مثلا حمص او محمره او شي شغله هي طريقه مش هيك عم لك لازم يكون مبني على اسس شو الاكلات اللي تميزت فيها بالبرنامج اكثر شيء هو انشهرت في الكبه غير الكبه الرافيولي الاكل الايطالي شو كمان ساوينا صيني مشكل ساوينا كثير شغلات يعني ساويت كل شيء تقريبا شي 20 تحدي واختبار يعني اي اكثر شيء هيك كان اطيب شيء والله كلهم طيبين كلهم يعني طيبين. لكن انت يمكن شيف انه اكثر شيء يمكن بتحب تشتغله وبتحب تطبخه وبتحس حالك انك بالفعل بتبدع فيه لا اكثر شيء صراحه انا الاكل الايطالي لانه الوقت ما كنت اصلا بسوريا يعني كنت اشتغل كمان مطاعم ايطاليه وطلعت على دبي على السعوديه كمان كنت مطاعم ايطاليه لفتره طويله بس بشكل عام يعني انا هلا بعد الوقت اللي اشتغلته يعني صرت يعني ما في شيء معين تماما صار كل شيء لكن يمكن بالاضافه للارض الغنيه السوريه بالمنتجات وبالخضروات وبالفواكه دائما بيتميز الطبق السوري وين ما راح شو اللي بيميزه عن غيره هلا الطبق السوري كان نحكي بسوريا كبسوريا اول شيء في مثل ما حكيت في عندك المواد المستعمله الطعم بتيجي اخر شيء صراحه طريقه التقديم بقول لك اياهم بالترتيب يعني كطعم مواد طريقه تقديم هلا اكيد بيميزه بيختلف من مطعم لمطعم او بتختلف من شيف لشيف كبرا برات سوريا برات سوريا بشكل عام كل المطاعم السوريه بتكون مميزه يعني اعطيك مثال نحن قبل الحرب لما كنا بالامارات ما عندنا شيء اسمه قشطه القشطه بنحطها على وش المدلوقه هي مو متوفره يعني كنا نساوي نجيب حليب نفرط الحليب مثل قريشه مثل بيقولوا ونحط له شويه كريمه وشويه مثلا عسل او سكر ونساوي مثل القشطه يمكن معظم البيوت بيعملوها هالطريقه بس نحن القشطه النيه اللي بناكلها من السوق ما بتكون مثل هي القشطه بتكون بيجيبوا الحليب وبياخذوا القشطه تبعه وبيضلوا بيصفوا فيها لانه نحن لما كنت لما بدبي ما بنساوي هالطريقه لانه بيعتبروا انه الحليب انه ني ممكن يعمل جراثيم او شيء شغله بعد الحرب صار في عندنا كثير محلات موجوده بالشام طلعت على دبي وعلى الامارات صارت تساوي قشطه بالله يمكن سوريا هلا والله شكلك جوعانة على الاغلب سردت انا على خيالي هيك راح سردت بالاكل شايف محمود خلينا نحكي يمكن شو اكثر الناس اللي يمكن كنت خايف او مرعوب منهم بالبرنامج هلا انا لما رحت على البرنامج صراحه ما بعرف كان عندي يقين انه ما راح اربح هيك يعني احساس يعني بس مثل ما قلت لك انا رايح اول شيء انه مشان العالم تعرفني وسوق حالي مثل ما حكيت لك على التسويق خوف صراحه ما كنت خايف من اي حدا يعني كل المتسابقين انه اوكي بحترمهم وبحبهم وكلهم شاطرين يعني اكيد ما حدا وصل على التوب شيف الا كلهم شاطرين بس ما كنت حاط ببالي حدا واخر شيء بالنهايه هي المسابقه كثير فيها يعني شلون بدي اقول لك هي بتعتمد على الصبر بتعتمد على الحظ بتعتمد على الشطاره وعلى السرعه وعزك يعني بالنهايه يعني ممكن واحد يكون كثير شاطر بالاكل بس مو بعرف عنده تقنيات التدبير السريعة او صارت معهم مشكله لانه احيانا ممكن طفى الغاز ما اشتغل الغاز
احيانا ما لقيت الماده اللي بدك اياها. يعني بيصير انه كثير مفاجآت، مش هيك؟ هي هو العالم تنشد لانه انت على طول في عندك اكتيفيتيز بالبرنامج. شفنا شف محمود وقت طلعت بالحلقه اللي خرجت فيها من البرنامج كان في دموع للجنه التحكيم، ليش؟ شو السبب؟ محبة زايده. هيك. لا كان صراحه لانه احنا بعد انا تقريبا ضليت 3 اشهر صور انه اكيد الواحد بعد بيقولوا بتاخذ صاحب الا بعد قتله مثل ما بيقولوا، يعني شغلنا كل يوم عم نشوف بعضنا وركض وكذا وحكي حلو اجواء، يعني اجبار الواحد بيتعلق، يعني لو شخص ما بتعرفيه بتعلقي فيه. هلا شايف منى هي دائما حساسه، عرفت شلون؟ تبكي، بوجه لها تحيه طبعا. هلا شايف منى بشكل عام هي بتبكي تقريبا على كل المتصابين وبتزعل بتضايق عليهم، وهي البنت الوحيده بلجنه التحكيم. وبس هيك زعلونا هلا. اكيد نحن بنتمنى لك كل بكل خطوه تكون فيها انجح وانجح، ويمكن هيك شو بتحب توجه كلمه لبلدك سوريا اللي رح تفتح فيه شغل جديد؟ شو بتحب توجه يمكن لابناء سوريا يلي رفعت لهم اسمهم باحد البرامج وبكل مكان تواجدت فيه؟ هلا انا صراحه حابب اوجه تحيه لك مثل ما حكيت لكل السوريين الموجودين جوات سوريا وبرات سوريا. بتمنى ان شاء الله البلد عم تتحسن اكثر واكثر. كل العالم مسافر ومفكر انه في حرب وفي مشاكل، انا بقول لكم انه صراحه ما في هالمشاكل موجوده على ارض الواقع. ان شاء الله بس تتحسن المعيشه اكثر وترخص شوي الاسعار. بوجه تحيه لكل اللي متابعوني على الانستغرام، على السوشيال ميديا، على اي سوشيال ميديا اللي دعموني، وتحيه لاهلي وتحيه لبابا وتحيه لكم. صار ما يطلبوا جمهور هلا. يلا احنا ناطرينك بالاكلات الطيبه انا وياك. يلا لازم تعملوا دايت من هلا. ما بنسمع احنا ما تهكلنا. نتمنى لك كل التوفيق بكل خطوه مقبله عليها شيف محمود، وشكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لكم برنامجنا الصباحي. ميرسي، انبسطنا كثير بوجودك. موفق يا رب بكل خطوه بتعملها. تسلموا يا رب. سعد صباحك.